كان جميل قوي. صح، خرابه جميله قوي. هو مهجور اي نعم، بس والله جميل. لو كنت عشت فيه ما كنتش قلت كده. انت ما بتحبيش المكان ده؟ انا خلاص ناوي امشي من هنا اول ما الاقي بيع نصيبي ونصيب سلمى في الارض. ليه؟ لان ما فيهوش حاجه، والوحده ممكن تخلي البني ادم يتجنن. هتقولي دي؟ ما انا مجرب. هو حقيقي الباشمهندس دخل السجن ظلم؟ ايوه. يعني في ناس لفوا له تهمة الاختلاس دي؟ ايوه. مين ولاد الكلب دول؟ اهلي. اسف ما تاخذنيش، لكن ليه؟ كنت مخطوبة لابن عمي وما كنتش بحبه، ولما كان بيتقدم لي اهلي رفضوه، هربت معاه واتجوزنا. طبعا الحركة دي لا معروضة، تلاقيها جننت اهلك. بالظبط كده، وبدأوا يحاربوا كامل بكل الطرق علشان يسيبني. قررنا نسيب القرف ده كله ونيجي نعيش هنا في أرض عيلته. ما سابوناش، لفقوا له تهمة اختلاس وساوموه، يا يطلقني يا يتسجن. فضل السجن على إنه يبيعني أنا وسلمى. تلاقيكوا قضيتوا سنين صعبة لوحديكوا، أنت وعزة وسلمى. عزة اتهمتني وقالت اني السبب في اللي حصل لكامل، وده اللي هز البنت قوي، لان احنا الثلاثه مش طايقين بعض، مع ان وشنا في وش بعض طول الوقت. تعبنا قوي وبقينا فاضيين من جوه، يمكن ما بقاش عندنا اي عواطف او احاسيس. يمكن المكان ده هو السبب. الايام كلها بقت زي بعض، الليل زي النهار والنهار زي الليل، واحنا الثلاثه والبحيره والخلا وصوت الريح من حوالينا. هدي شويه وتعالى ورايا، وانت يا فقره ما تخلصي تحصلين. بالاذن. طلعت الشمس للمغرب وفي حاجه ما منهاش فايده. منهاش فايده ازاي؟ زي ما بقول لك كده، ياما حاولنا، ياما جبنا ناس تشتغل وصرفنا قد كده، وكل ما نصلح حته ارض البحيره تعلى وتغرقها، بس هي عنيدة بتعمل مع نفسها. عندي ايه؟ ما كان على يدك، بيطلبوا قد كده وما بيعملوش حاجه، وكل ساعه شاي واكل وشاي وطفح، مصاريف على الفاضي. كده يا بابا ما لهمش لازمه. طيب ذنبها ايه سلمى ولا انا؟ كان عندنا فرصه نبيع الارض والبيت. فرصه ابيع بتراب الفلوس عشان يقلبوها لي مشروع سياحي؟ يقلبوها يعدلوها يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، احنا مالنا؟ المهم اننا نعيش على وش الدنيا زي بقيه الناس. انا ما بيعش ارضي وارض عيلتي، واخويا الله يرحمه ما كانش ناوي يفرط في شبر واحد من الارض دي، وده اللي انا لازم اعمله، والنتيجه دافنين نفسنا بالحياه في حته مقطوعه. شوية مجهود وعرق الأرض اللي مش عاجباك دي بكرة تتفرج عليها، بس المهم إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض. يعني صح، بابا الله يرحمه كان بيقول إن البني آدم لازم يكافح علشان يعيش.
اخبار المدرسه ايه بقى؟ مش ولا بد. ودي ليه بقى؟ ده انا ازعل منك. بابا الله يرحمه كان نفسه تطلع دكتوره. عارف صراحه محبش المدرسه. ليه مركزش هناك صحبات؟ لا يا كنت مبسوطه. كان لي اصحاب كتير لحد ما في يوم بنت سلسله حبها بعد منى. بقيت تفهموني ان انا اللي خطاها. حاولت افهمهم ان انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. محدش صدق. قالوا ان ابويا حرام ودخل السجن فمش ممكن يكون حد تاني غيري. ما بقتش عارفه ادافع عن نفسي ولا ادافع عن ابويا. حتى لما عرفوا مين اللي واخده السلسله واعتذروا لي فضلت شايفه في عينيهم ان رايهم فيا ما اتغيرش. حسيت بوحده فظيعه. حسيت اني بتخنق. اعصابي تعبت. دخلت مستشفى. اول ما خرجت جيت هنا على طول. انا مش قادره اروح هناك تاني. انا عشت هنا. انا بحب هنا. صح هنا مفيش غير الغنم والمعيز والجبل والبحيره. بس الحاجات هي اللي بعرف اتفاهم معاها وبحس بيها. هي كمان بتهيألي بتحس بيا وتفهمني اكتر من الناس. تعرف اول واحد اتكلم معاه كتير كده بعد بابا. سلمى سلمى الله شعرك حلو قوي. ليه مستمرار مخبيه كده؟ ها؟ ها؟ خد بداية البندقية عشان ما تخسرش من الركنة. وانت بتعرفي تضربي بيها بقى؟ يعني بس سلمى بقى هي اللي شاطرة في الحكاية دي. سلمى؟ سلمى دي رقيقة أوي. صحيح هي طبيعتها مش كده. بس كامل كان نفسه في ولد وما كانش بيخفي المسألة دي أبدا. البنت من حبها في أبوها كانت بتحاول طول الوقت تتصرف زي الصبيان وده اللي أثر عليها. استريح شوي. لازم يتعمل له كمادات ميه ساقعه كل شوي. ها طيب استريح وانت وانا هبدا معايا.